شمس الدين رئيس مجلس إدارة إحدى كبريات شركات المقاولات التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، يبدي تفاؤلا بخطط إعادة الإعمار، لكنه يضع نصب عينيه تحديات كثيرة. أرى أن تقوم الدولة المصرية بتشكيل لجنة للترويج والتعاقد وتجهيز المشروعات اللي يمكن العمل فيها. لابد أن يكون هناك ضوابط للشركات المصرية اللي ممكن تروح تنفذ مشروع بنفسها أو تجد مشروع للتعاقد فيه، أن يكون هناك ضمانات من مشتركة، دعم سياسي ليبي مصري لهذه الشركة اللي هتروح تنفذ. لابد ما أن يكون هناك بنوك تسهيلات البنكية، لأن ما فيش شركة مولات بتشتغل بدون تسهيلات بنكية تتمثل في خطابات الضمان في التمويل اللازم لتمويل المشروع. وفق مواصفات ومعايير محددة، تم تأهيل ما يقرب من 50 شركة مقاولات مصرية للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار ليبيا، جميعها ما زالت تنتظر الضوء الأخضر للبدء في الخطوات العملية. لابد يبقى الملاءة المالية بتاعت الشركات دي عالية، يبقى فيها الأطقم الفنية والمالية بتاعتها دارسين العقود الدولية ودارسين التحكيم ودارسين المطالبات والعملية متطلبات العمل في العقود الدولية. الحجم العمل في ليبيا كإعمار قرابة 400 مليار دولار لإعادة إعمار ليبيا. مواعيد بداية العمل في ليبيا النهاردة لحد النهاردة ما زال وجود الميليشيات والقوات الأجنبية فيها بيعرقل البدء في الشغل. ورغم التأهب والاستعداد من قبل المشاركين، إلا أن مراقبين يشككون في فرص نجاح عمليات إعادة الإعمار في ظل الوضع الأمني الهش واندلاع العنف في الآونة الأخيرة. لن تكون هناك تنمية حقيقية ولن تكون هناك اتفاقات اقتصادية جيدة في ظل وجود الوضع الأمني الهش، لأن الحكومة حتى حكومة سيد عبد الحميد دبيبة يعني من الناحية الشكلية ومن الناحية السياسية لا يحق لها إبرام اتفاقات بشكل كبير جدا والتوسع، لكن نحتاج إلى حكومة مستقرة ونحتاج إلى برلمان ونحتاج إلى رئيس، وهذه الأركان الثلاثة التي يسعى المجتمع الدولي إلى تركيزها في ليبيا يأتي من بعدها ملف الإعمار. وكانت حكومة مصر وليبيا وقعت 11 وثيقة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء المصري في شهر إبريل الماضي للعاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد ضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال. تفاؤل مصري بمستقبل مشرق لليبيا وإمكاناتها الاقتصادية، ولكن بحسب مراقبين يبقى مرهونا بتحديات الوضع السياسي والأمني الذي ربما يشكل هاجسا لدى بعض المستثمرين. أميرة جد الله، الحرة.